شكل المؤتمر الصحفي لرئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق والركن عمر زين العابدين بداية لحوار المجلس مع شرائح المجتمع السوداني وتقريب الشقة بما يعزز الثقة، خاصة بعد طرح عدة قضايا سكت عنها البيان الأول لقادة الطير. حاول المؤتمر الصحفي لرئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي حاول أن يقدم بعض الإجابات لأسئلة حيرة ظلت تشغل بال الشارع منذ إعلان قادة التغيير بيانهم الأول. تفاعل الصحفيين مع حديث رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي كان موقفا لافتا للجميع، إذ إنه يندر أن يصفق صحفيون لحديث سياسي ما لم يكن الأمر مقنعا أو مؤثرا. فإعلان رئيس اللجنة السياسية جاهزية المجلس العسكري للقبول بحكومة مدنية متوافق عليها من قبل الأحزاب والقوى السياسية والاكتفاء بوزارتي الدفاع والداخلية كان من المؤشرات الإيجابية التي بعثت في النفس شيئا من الارتياح والطمأنينة، ولا سيما بعد تأكيدات المجلس بعدم تجاوز مدة السنتين كعمر افتراضي للمجلس، ويمكن أن تقصر في حال تهيئت الأجواء بما يعزز الأمن والاستقرار ويعد المشهد لممارسة راشدة تحقق التحول الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة. اهتمام المجلس العسكري بفتح قنوات للحوار مع المعتصمين يمثل خطوة مهمة على طريق إزالة حالة الاحتقان التي ظلت تعتري المشهد منذ إعلان بيان قادة التغيير الذي رفضه المحتجون وتمسكوا بحبل الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، وهو موقف يشير إلى أن ثقة المحتجين ما زالت متوافرة في المؤسسة العسكرية. على كل، يبقى المجلس العسكري الانتقالي في حاجة إلى التحرك والانفتاح على المجتمع السوداني بمختلف ألوان طيفه ليتحاور ويتشاور، ومشوار الميل يبدأ بخطوة.